هل وجدتم أن الميكروفون يعمل للمكالمات الهاتفية، لكنه لا يعمل عند محاولة إرسال رسالة صوتية؟ أو هل وجدتم أن الصوت لا يسجل عند استخدام سماعات البلوتوث؟ اليوم سأشرح سبب حدوث ذلك، وسأشارك معكم حل بديل. أعلم أن الشرح ليس مثير للاهتمام، ولكن بالنسبة لهذا المشكل، من المهم حقا معرفة السبب، لأن خلاف ذلك ستضيعون الوقت في البحث عن حلول غير مفيدة. وحسب احتياجاتكم قد يكون الحل في هذا الفيديو محدود، ولكن على الأقل لن يكون هذا الفيديو إضاعة لوقتكم. مرحبا بكم في فيديو آخر. مشكل الميكروفون لسماعات البلوتوث يحدث بسبب طريقة عمل الهواتف، وستفهمون كيف. كما تعلمون بالفعل، هناك أوضاع الهواتف مختلفة يمكننا استخدامها حسب الموقف. مثلاً، يمكننا استخدام وضع الألعاب لتعزيز الأداء مع تعطيل الإشعارات، أو يمكننا استخدام وضع الاهتزاز لتعطيل الصوت وتمكين الاهتزاز، وما إلى ذلك. وبالمثل، عند استخدام سماعات البلوتوث، نظام التشغيل يغير بين أوضاع البلوتوث المختلفة والتي تسمى ملفات تعريف البلوتوث حسب الموقف لتعطيل بعض الوظائف وتمكين بعض الآخر. واعتمادا على توافق السماعات، يمكن استخدام ملفات تعريف متعددة في نفس الوقت. هناك العديد من ملفات تعريف البلوتوث، ولكن فقط اثنان منهم مهمان لموضوع هذا الفيديو المبسط. الأول اسمه A2DP. يتم استخدام ملف تعريف هذا افتراضياً عند تشغيل موسيقى أو لعبة وما إلى ذلك. وعندما يكون ملف تعريف هذا نشط، لا يمكن إرسال بيانات صوتية إلا من الهاتف إلى السماعات وليس العكس، مما يعني أن الميكروفون معطل. والثاني اسمه HFP. هذا هو ملف تعريف الذي يستخدم بشكل شائع عند إجراء مكالمة هاتفية. عندما يكون ملف تعريف هذا نشط، يمكن أن تنتقل البيانات الصوتية من الهاتف إلى السماعات، وأيضاً من السماعات إلى الهاتف في نفس الوقت، مما يعني أن الميكروفون مفعل. لذلك، عندما تجدون نفسكم غير قادرين على إرسال رسالة صوتية باستخدام سماعات البلوتوث، فإنه بسبب عدم استخدام ملف تعريف HFP. وفقط من فهم هذا، يمكنكم معرفة أن الحل هو استخدام HFP لاستخدام الميكروفون الموجود في سماعات البلوتوث. لكن لسوء الحظ، في الوقت الحالي لا توجد طريقة مباشرة لتغيير هذه الملفات. فقط نظام التشغيل يمكنه القيام بذلك، وفقط عندما يطلب منه أحد التطبيقات هذا التغيير. هذا يعني أن التطبيق يجب أن يكون مطور وبه القدرة على مطالبة نظام التشغيل بتغيير ملف تعريف البلوتوث من أجل استخدام الميكروفون في سماعات البلوتوث عند تسجيل الصوت. ولسوء الحظ، لا تحتوي التطبيقات مثل الواتساب وبعض الألعاب على هذه الميزة. لذا فإن حل هذا المشكل محدود، ولكن إذا كنتم حقا بحاجة إلى استخدام سماعات البلوتوث لتسجيل الصوت أو لإرسال رسالة صوتية، فهذا هو ما يمكنكم فعله. لتتمكنوا من تسجيل الصوت باستخدام سماعات البلوتوث، ستحتاجون إلى تطبيق يمكنه القيام بذلك. ستجدون العديد من التطبيقات، ويمكنكم التحقق قبل تثبيت التطبيق الذي تريدونه. وفي إعدادات المسجل، تأكدوا من اختيار سماعات البلوتوث كمصدر للصوت قبل أن تبدأوا في التسجيل. ولإرسال رسالة صوتية باستخدام سماعات البلوتوث، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به في الوقت الحالي هو تسجيل رسالتكم باستخدام تطبيق المسجل الذي يمكنه استخدام سماعات البلوتوث، ثم إرسال الملف في تطبيق المراسلة. أعلم أن هذا الحل ليس مرضي، ولكن ليس هناك حل آخر إذا لم يطلب تطبيق المراسلة من نظام التشغيل استخدام ملف تعريف HFP. في
في حين يمكنكم إخبار المطورين بهذا المشكل عن طريق كتابة مراجعة، لأن الحل الحقيقي الوحيد في الوقت الحالي هو أن يقوم المطورون بتحديث تطبيقاتهم وإتاحة استخدام الميكروفون في سماعات البلوتوث عند إرسال رسائل صوتية. من يعلم، ربما سيقومون بتحديث التطبيق وسيتم حل هذا المشكل. فالآن تعرفون لماذا جميع تلك الفيديوهات التي شاهدتموها سابقا لم تحل هذا المشكل. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيد، اضغطوا على لايك واشتركوا للمزيد من الفيديوهات. وإذا كان عندكم أي سؤال أو شيء للإضافة، دعوا تعليق. شكرا على دعمكم وشكرا على المشاهدة.